بسم الله الرحمن الرحيم، أبناء طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة مع قناة مستر إسماعيل حلمي. هنبدأ يا شباب دلوقتي رحلة الترم الثاني مع يونت 7 Our World، عالمنا. وتعالوا نشوف دلوقتي قصة الوحدة السابعة. قبل ما نبدأ طبعا بسرعة إيدك على زر اللايك والشير والسبسكرايب عشان تدعموا القناة وتنتشر وتوصل لكل أصحابكم، ويلا بينا نشوف الوحدة السابعة تتكلم عن إيه. عندي هنا الفوكاب الخاصة بليسون 1 و 2، كلمات الدرس الأول والثاني. عندي كلمة natural wonders العجائب الطبيعية natural wonders، وعندي كلمة shooting stars شهب، shooting stars الشهب، meteorite اللي هو النيزك، meteorite نيزك، وعندي كلمة surround يحيط بي، surround يحيط بي، date palm trees، طبعا ال هنا silent، تبقى palm trees يعني أشجار النخيل، شجر النخل بنجيب منها البلح، destroy يدمر، destroy يدمر، pollute يلوث، pollute يلوث، وعندي كلمة news agent، news agent بائع الصحف، بائع الجرائد، oasis يعني واحة، oasis يعني واحات، بنغير صوت الاس في الاخر بنخلي صوت الزد هنا، هنا oasis وهنا oasis، national park محمية طبيعية او حديقة عامة. عندي بعد كده coast معناها ساحب، shape معناها شكل، wildlife الحياة البرية، wildlife الحياة البرية، وعندي كلمة volunteer خدناها قبل كده، يتطوع او متطوع اسمه فعل في نفس الوقت، وعندي بعد كده كلمة spring، طبعا spring ليها معنى تاني هو فصل الربيع، وبمعنى ينبوع مياه يعني ماء تخرج من باطن الارض. عندي بعد كده بقية الكلمات، عندي هنا coastal habitat دي البيئات الطبيعية بقى اللي موجودة في حياتنا، coastal habitat البيئة الساحلية تبقى على البحار أو المحيطات، وهنا عندي كلمة grassland habitat البيئة العشبية أو المراعي، polar habitat البيئة القطبية، وعندي mountain habitat البيئة الجبلية، rainforest habitat البيئة الغابة المطيرة، water عندي wetland habitat بيئة الأرض الرطبة، وديزرت هابيتات البيئة الصحراوية، ده كنا نشرحه كمان شوية البيئة الصحراوية، وعندي فورست هابيتات بيئة الغابات، وعندي بعد كده حيوانات، عندي كلمة أورانوتان، أورانوتان ده إنسان الغاب هنشرحه كمان شوية، طبعا الجي ممكن ساعات تبقى سايلنت، الجي هنا أورانوتان ممكن ما نطقهاش، وعندي هنا كاراكل حيوان الوشق المصري، ده حيوان يشبه القطة كده كبير شوية، وعندي كلمة تيرتل سلحفاء، وبولار بير الدب القطبي، وفراج فراج يعني مش فروج اسمها فراج يعني ضفدع. بعد كده عندي هنا نايل دلتا، دلتا النيل، وعندي طبعا هي فرع شديد ودمياط عارفينهم طبعا، اريا منطقة، وور مدافئ، موديل نموذج، وكفر يغطي، ويت مبتل، و جس يعني يخمن، وكولد معناها يدعى او يسمى. باقي الكلمات ليسون 2، عندي هنا كونتين يحتوي على، وفيلد يعني حقل، فاكتيفاي ملف الحقائق، بليف يؤمن او يصدق، فنس يعني سياج او سور، سور الحديقه، وروبوت انسان الي، سترينج غريب، ويند رياح، ارتكل مقال، دايف يغطس او يغوص، لوكالز بتساوي كلمه لوكال بيبل اللي هم السكان المحليون سكان المنطقه، وابيرانس المظهر الخارجي، ابيرانس المظهر الخارجي، وعندي كوز يسبب، وماجازين مجله، فاكتوري مصنع، تورست سائح، كونتينيو يستمر، وبرايت معناها صافي او نقي او ساطع. عندي بعد كده اماكن مشهوره، عندي وايت ديزرت ناشونال بارك محمية الصحراء البيضاء دي موجودة في مصر، النيزك ليك بحيرة النيزك ده كله هنشرحه كمان شوية، وعندي هنا كلمة صحارى ديزرت الصحراء الكبرى، وريد سي كوست ساحل البحر الأحمر، وعندي كلمة خارجة أويسيس واحة الخارجة في الوادي الجديد، وعندي كلمة جبل إلبة ده جبل علبة محمية طبيعية، وادي وشواشي دي في مدينة نويبع في جنوب سيناء، وادي الوشواشي برضو ده مكان من أماكن الجميلة في مصر، وعندي كلمة هرجادة خدناها قبل كده هي مدينة الغردقة. تصرفات الأفعال والجدول ده مهم جدا جدا إن هو يتحفظ، find found found يعني يجد، known you known يعرف، make made made يصنع، fall fell fallen يسقط، lay laid laid يعني يبيض،
build built built يبني cut 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 يقطع grow grew grown يعني يزرع sell sold sold يبيع drive drove driven يعني يقود أو يسوق حافلة. بعد كده نشوف الديفينيشنز بتاعتنا التعريفات. عندي هنا كلمة habitat محمية البيئة الطبيعية the natural home of an animal or plant يعني المكان الطبيعي أو الموطن الطبيعي لنبات أو حيوان. coastal habitat البيئة الساحلية these habitats هذه البيئات are next to the sea بتكون جنب البحر. you often find rocks there يمكن كثيرا ما تجد صخور هناك. أما desert habitat البيئة الصحراوية these habitats هذه البيئات are large areas of land مساحات كبيرة جدا من الأرض where it is always very dry وبتكون دايما في العادة دائما بتكون جافة. there are few plants وفي نباتات قليلة جدا and a lot of sand or rocks والكثير من الرمال والصخور. أما الفورست habitat البيئة الغابات these habitats هذه البيئات are large areas مناطق كبيرة أو مساحات كبيرة of land من الأرض that are covered with trees مغطاة بالأشجار. أما الجراس habitat اللي هي البيئة العشبية المراعي اللي بنرعى فيها الحيوانات أو الحيوانات بتروح تأكل فيها الحيوانات العشبية طبعا هنا these habitats usually have large green areas هذه البيئات عادة بتكون فيها مساحات كبيرة خضراء and no mountains وما فيهاش جبال. أما الماونتين اللي هو الجبل عبارة عن a very high hill يعني تل عالي شوية. طيب ده تعريف الجبل. عندي بعد كده البولار هابيتات اللي هي البيئة القطبية في القطب الشمالي أو القطب الجنوبي حيث الجليد. These habitats are always cold and are often covered by ice. هذه البيئات دايما بتكون باردة وبتكون دايما مغطاة بالإيه؟ بالجليد. أما rainforest habitat البيئات بيئة الغابة المطيرة. These habitats هذه البيئات have a lot of trees بها الكثير من الأشجار. They are usually very hot وبتكون دايما حارة جدا and rains a lot وتمطر كثيرا. أما ال wetland habitat الأرض الرطبة المليئة بالبحيرات أو المناطق المائية المسطحات المائية this is not always rain there is not always rain in these habitats يعني في هذه البيئات مش بتمطر كثير but there is always a lot of water لكن يوجد الكثير من المياه في هذه الأماكن. fill يملأ make something full يجعل شيء مملوء so there is no space for any more of something لذلك ما بيكونش فيه أماكن لأي شيء تاني أو فراغ لأي شيء تضعه داخل الإناء. عندي بعد كده oasis oasis يعني واحة لما تكون مفرد يبقى آخرها S صوت حرف الإس آخرها جمع واحات يبقى آخرها صوت حرف الزد oasis oasis واحة an area in the desert هي مكان في الصحراء where you can find water حيث يمكنك أن تجد المياه. أما البولار بير اللي هو الدب القطبي a large white bear دب كبير أبيض which lives in the ice بيعيش على في الجليد of the Arctic في القطب الشمالي أو في المناطق القطبية. أما الماونتن habitat البيئة الجبلية these habitats are mostly rock بيكون معظمها موجود في صخور and there isn't much soil وما بيكونش فيه الكثير من التربة for growing things لزراعة الأشياء أو زراعة النباتات. أما كلمة wonder معناها عجوبة أو عجيبة من عجائب الدنيا something that makes you feel it's wonderful beautiful or amazing شيء بيجعلك تشعر إن هو جميل جدا أو مذهل أو عجيب. جنرال نوتس عندنا على الرنوع على الريدنج عندي كلمة كوست وشور وبيتش وبانك. طبعا الكلمات دي كلها لها معاني أو الكلمة كوست معناها ساحل أو حدود البلد تجاه البحر زي مصر كده بيقول لي my dad has a villa on the north coast باباي عنده فيلا في الساحل الشمالي. Egypt has eastern and western coasts مصر لها سواحل شرقية وسواحل هو كاتب ان سواحل شرقية وغربية طبعا لا يا مصر لها سواحل شرقية وشمالية خلاص نورثرن
نمبر. هنا عندي كلمة شور، طبعا دي المعلومة الصحيحة، لكن كلمة ايسترن يعني شرقي وويسترن يعني غرب. طبعا غرب مصر تحدها من الغرب ليبيا، ما فيهاش ساحل. طيب هنا شور يعني شاطئ، الأرض التي على حافة البحر أو البحيرة اللي هو الشاطئ. I like walking along the shore، أنا بحب أمشي على الشاطئ. أما البيتش بقى ده البلاج اللي احنا بنروح نسبح فيه في البحر، هو المنطقة الرمية بالقرب من البحر. My kids أطفالي like playing on the beach، بيحبوا يلعبوا على الشاطئ. أما كلمة بانك احنا عارفين معناها بنك، لكن ليها معنى تاني بمعنى ضفة النهر. There are many cities on the banks of the Nile، يوجد الكثير من المدن تقع على ضفاف نهر النيل. أما كلمة habit و habitat، habit معناها عادة، طبعا المضارع بسيط لما تفتكر بيعبر عن habits عادات، على حاجة متعود تعملها كل يوم كل شهر كل سنة. هنا بيقول لي باسم follows healthy eating habits، باسم بيتبع عادات صحية في الأكل في الطعام. أما كلمة habitat اللي هي موطن أو بيئة، coastal habitats البيئات الساحلية are found along the coast، توجد على طول الساحل of the sea طول ساحل البحر. أما number 3 oasis و oasis، دي واحة ودي واحات. I passed an oasis، هنا مفرد عشان جايب ليها أنا اهي، أنا اكتست أو مريت بواحة during my drive in the desert، أثناء قيادتي للسيارة في الصحراء. أما there are five oasis، يوجد خمس واحات in the western desert في الصحراء الشرقية. عندي بعد كده ملحوظة western desert في الصحراء الغربية للوادي الجديد. طب عندي هنا بعد كده عدم ملحوظة عدم جمع الاسم بعد العدد في حالة وجود الداش دي الشرطة دي في تعبيرها في التعبيرات التالية. A three hour، طبعا لما تيجي three بتيجي بعدها hours على طول، لا لما يكون في شرطة هنا تبقى a three hour drive يعني قيادة لمدة 3 ساعات، دي صفة خدناها قبل كده. وعندي هنا a five pound note يعني عملة الخمسة جنيه. وعندي هنا a ten floor building يعني المبنى ذو العشرة أدوار. A six person table، a six person table يعني طاولة لست أفراد. طبعا هنا أو تربية ست أفراد، هنا لما يكون في شرطة ما بنحطش اس بعد الاسم اللي بعد الرقم، احنا متعودين نحط اس بعد الاسم اللي بعد الرقم عشان بيبقى جمع، لا هنا تبقى صفة مش جمع. نمبر 5 بيقول لي هنا كلمة local وكلمة locals، كلمة local معناها محلي ودي صفة، يعني ايه محلي؟ يعني من المنطقة اللي انت بتعيش فيها. يعني ميسيس سارة does shopping in the local shops، ميسيس سارة بتعمل التسوق بتاعها في المحلات اللي في المنطقة بتاعتها. أما كلمة locals اللي هم السكان المحليون، local people اللي هم السكان المحليون اللي ساكنين في نفس المنطقة. The locals welcome the tourists in their cities، المحليون السكان المحليون بيرحبوا بالسياح في مدنهم. أما number 6 لاحظ استخدام كلمة the قبل أسماء البحار والمحيطات والأنهار والصحاري، أو the Red Sea البحر الأحمر، the Atlantic Ocean المحيط الأطلنطي، the Amazon نهر الأمازون، the Western Desert الصحراء الغربية. number 7 كلمة wonder وكلمة wonder، دي فيها ايه طويلة شوية، دي اسمها wonder one wonder، دي اسمها wonder، دي فيها هنطول سنة في الايه. طيب هنا كلمة wonder معناها يتساءل او يتعجب. I wonder where Manar lives، انا بتساءل أين تعيش منار، هنا كفعل. أما بتيجي كاسم بمعنى عجيبة أو أعجوبة. I think the great pyramid، أنا أعتقد أن الهرم الأكبر is the best wonder of the past، أفضل عجيبة من عجائب الماضي. أما كلمة wonder معناها يتجول بلا هدف، يتمشى بيتمشى بلا هدف، عمال يضيع وقته وخلاص. I don't like those who waste their time، أنا لا أحب الذين يضيعون أو يهدرون وقتهم. wandering in the city بالتجول أو بالتسكع في المدينة بلا هدف. ويلا نحل على الفوكاب بتاعتنا lesson 1 و 2. عند هنا سيوة
واحد سيوة is a نقط in the western desert في الصحراء الغربية. سيوة عبارة عن ايه؟ عبارة عن ايلاند يا مستر، عبارة عن جزيرة، عبارة عن اويسز، واحة. سيوة دي واحة، فيليج قرية، ايلاند يعني جزيرة، ايلاند دي جزيرة، وفالي يعني وادي، وفيليج يعني قرية. تمام، ده معنى كلمة اويسز يعني واحة. طيب عندي هنا النيزك ليك، بحيرة النيزك is one of Egypt natural. عندي دي واحدة من عجائب المصرية، عجيبة يعني wonders، أو عجائب يعني wonder. كلمة wonder دي معناها هي تجول، و worlds عوالم، و weather معناها الطقس. number three the garden is، الحديقة تكون by a strong fence، بسور قوي، to keep the flowers safe، لكي تحافظ على الزهور آمنة. طبعا عندي هنا كلمة ايه؟ surrounded معناها محاطة بي، حديقة محاطة بي. found وجد، destroyed دمر، polluted يعني لوث. طيب هنا water الماء، come naturally يأتي بشكل طبيعي، to the surface from under the ground، إلى السطح من باطن الأرض. طبعا هنا water springs اللي هي ينابيع المياه، تأتي بشكل طبيعي إلى سطح الأرض من باطن الأرض. طيب عندي سترينجز يعني خيوط، وعندي أويسز واحات، وباركس يعني حدائق. عندي نمبر 5 جبل إلبا إز نوت بارك، هو عبارة عن إيه جبل إلبا دوت؟ عبارة عن حديقة أو إز أ ناشونال بارك يعني محمية طبيعية. ثيم وأميوزمنت يعني ملاهي، وعندي كلمة مارين يعني مائي. عندي بعد كده نمبر 6 I try not to، انا حاولت الا، the environment، الا الوث، pollute، الا الوث البيئة. نمبر 7 fewer magazines are sold today by news agents because of the internet، يعني مجلات قليلة تباع هذه الايام بواسطة متعهد الجرائد، لان بسبب الانترنت، عشان الانترنت طبعا قللت بيع الجرائد. نمبر 8 turtles السلاحف eggs on the beach، طبعا السلاحف ليه تضع تبيض بيضها على الشاطئ. نمبر 9 remember to، تذكر ان، your bottles يعني زجاجاتك، with water بالماء، before we go to the desert، قبل ما نروح الصحراء. طبعا تذكر ان fill، تملأ زجاجاتك بالمياه. نمبر 10 I usually find some dates under the، انا في العاده بجد بعض البلح او التمر، under the، تحت البام تريز، تحت النخل، تحت النخيل. on my uncle's farm، في مزرعه عمي. 11 the water in the lake، يعني الماء في البحيره، is very not، I can't see my face، انا استطيع ان ارى وجهي. طبعا الماء في البحيره بيكون برايت يعني نقي او صافي. عندي بعد كده نمبر 12 بيقول لي هنا there is a wild cat، هي قطة أو قطة برية، of North Africa and Asia، تعيش في شمال إفريقيا وآسيا. طبعا بيتكلم على الكاراكال، ده نوع من الأنواع القطط. طيب نمبر 13 عندي هنا some animals don't change the نقط، بعض الحيوانات ما بتغيرش إيه، where they live، حيث هي تعيش، ما بيتغيرش ذا هابيتات، الموطن اللي بتعيش فيه. نمبر 14 هاو دو وي، كيف نحن ريسبكت فور ناتشر، كيف نحن شو ريسبكت، نبين او نظهر احترامنا او تقديرنا للطبيعه. نمبر 15 ذا ويند هاز ميد ذا روك انتو سترينج شيبس، الرياح جعلت الصخور تتحول إلى أشكال غريبة. 16 the habitats، البيئات، are always cold and are often covered by ice، إيه هي البيئة اللي دايما بتكون باردة ومغطاة دايما بالثلج؟ بيتكلم عن البولار habitats اللي هي البيئات الجليدية. 17 the habitat usually has large green areas، ايه هي البيئة اللي بيكون فيها مساحات خضراء كبيرة، and no mountains، وما فيهاش جبال. بيتكلم على الجراس هابيتاتس، جراس لاند هابيتاتس اللي هي البيئات العشبية اللي فيها حشائش.
نمبر 18 the habitat is a large area هي مساحة كبيرة of land من الأرض that is covered with trees مغطى بالأشجار بيتكلم على الفورست habitat اللي هي الغابات أو البيئات بيئات الغابة بيئة الغابات أما نمبر 19 there is always rain in the يوجد عادة الكثير من الأمطار في البيئات الإيه but there is always a lot of water لكن بيكون في الكثير من لا يوجد الكثير من الأمطار في البيئات الويتلاند البيئات المبتلة أو البيئات الرطبة but there is always a lot of water لكن في الكثير من الماء number 20 the habitats البيئات الايه are next to the sea بتكون جنب البحر طبعا بيتكلم على الكوستال habitat البيئات الساحلية 21 this house looks like هذا المنزل يشبه a plane الطائرة it has a strange طبعا ده شيء strange يعني غريب عنده ايه shape شكل غريب 22 he works for a charity هو بيعمل لمؤسسة خيرية for free مجانا يبقى هو ايه خدناها كتير الكلمة دي يبقى هو volunteer يعني متطوع وتعالوا نشوف ال مترادفات ومتضادات عندي كلمة السينينيم اللي هي المترادفات والأنتينيمز المتضادات يبقى كلمة كوز يسبب بتساويها في المعنى كلمة ريزن يعني سبب وعندي كلمة افكتس وريزولت العكس بتاعها الأنتين أو الأوبوزيت أنتينيم بتساوي كلمة أوبوزيت عكس سينينيم مرادف طيب عندي كلمة سترينج يعني غريب بتساويها في المعنى كلمة unusual و unfamiliar ده معناها غريب بتساوي في عكسها في المعنى بقى كلمة usual أو familiar مضاد بتاعها local محلي و native محلي عكسها foreigner و g silent foreigner يعني أجنبي و stranger يعني غريب طيب top قمة بتساوي كلمة peak عكسها bottom قاع protect يحمي بتساوي كلمة reserve أو reserve و save يحمي بعكسها كلمة endanger يعني معرض للخطر natural طبيعي بتساوي كلمة normal في المعنى عكسها unnatural غير طبيعي huge ضخم massive و enormous الاثنين معناهم ضخم عكسها تيني صغير الحجم طيب عندي هنا bright صافي أو رائق clear برضو معناها صافي أو رائق عكسها كلمة polluted يعني ملوث natural وطني national وطني أو قومي بتساوي كلمة public برضو وطني أو قومي عكسها non-national national يعني غير وطني وتعالوا نشوف كده البريفكس والسافكس البادئات والنهيات عندي هنا البريفكس هي البادئة والسافكس هي الناهية هنا الRE يقوم بالفعل مرة أخرى زي rewrite يعيد كتابة replay يعيد لعبة reread يعيد قراءة عندي on بتدي العكس زي happy و unhappy و usual و usually و unusually على غير العادة وال i o n تكون الاسم للفعل زي كلمة location عارفين الكلام ده طبعا location موقع invite invitation وعندي كلمة earn ال e r n تكون الصفة من المعنى زي west يعني غرب تبقى western غربي east شرقي يبقى western eastern يعني غربي north شمال northern شمالي ال e n بيتكون صفة الفعل من الاسم زي كلمة endanger يعني يعرض للخطر والال بتديني صفة من الاسم natural طبيعي coastal ساحلي وnational يعني قومي نبدأ نحل على السينينيم والانتينيم المترادفات والمتضادات we can make an adjective يمكن أن نعمل صفة from the word من الكلمة coast by adding the suffix بإضافة الناهية طبعا ال يبقى coastal يعني ساحلي طيب the synonym of the word strange يعني مرادف كلمة strange غريب مرادفها ايه مرادف غريب unusual يعني غير معتاد طيب عندي بعد كده هنا كلمة the antonym of the word cause يعني مضاد كلمة cause يسبب is طبعا الإجابة هي تبقى effect number 4 we must protect the wildlife نحن يجب أن نحمي
البيئة البرية the synonym of protect، يعني مرادف كلمة protect طبعا save يعني نحن. Number five, local called, locals called the lake the shooting stars، يعني المحليين بيسموا البحيرة the shooting stars اللي هي النيزك. The antonym of local is، عكس كلمة local is foreigner اللي هم الأجانب. Adding the suffix بإضافة ال إن هي إيه to the word west makes it an adjective، يجعلها صفة طبعا ERN western معناها غربي. 7 the to give the opposite meaning of the word usually، عشان تدي عكس كلمة usually طبعا هنحط البريفكس البادئة unusually يعني على غير العادة. عندي بعد كده number 8 there is much snow، يوجد الكثير من الجليد. on the top of the mountain، على قمة الجبل. the synonym of top، مضاد معنى كلمة synonym مرادف لكلمة synonym is peak قمة. number 9 the antonym of reserve، مضاد كلمة يحفظ is to endanger، يعني معرض للخطر. number 10 we get the noun from the verb look locate، بنجيب الاسم من كلمة locate يقع by adding the suffix بإضافة ال ما هي ion location اللي هو الموقع. نبدأ بقى نشوف جزء الجرامر بتاعنا يا شباب. بنتكلم هنا على نستخدم صيغة المبني المجهول اللي هو الباسيف في زمن المضارع البسيط خدناه الترم اللي فات، عندما يكون الحدث اكثر اهميه من الفاعل الذي قام به الفاعل الذي قام به بالفعل، او عندما لا نعرف من هو الذي قام بفعل الشيء. يعني لو الفاعل مش مهم ذكره مش بنذكره في الجمله، او لو مش مهم قوي بنحطه في اخر الجمله. ونشوف كده تكوين الباسيف في المضارع والماضي شكله ايه. هنا بيشرح لنا the present simple active and passive باستخدام by. المضارع البسيط في الاكتف، اكتف معناها معلوم وباسيف معناها مجهول. زمن المضارع البسيط في صيغه المبني المعلوم والمبني المجهول، طبعا المضارع البسيط احنا عارفينه، بعد اي ويو وي وزي واسم جمع بيجي فعل في المصدر، بعد هي وشي وات واس مفرد بيجي فعل مضاف له اس او اي اس او اي اس، زي ما اقول كده people call warm wet areas a rainforest، الناس بتسمي المناطق الدافئة والمبتلة بالغابات المطيرة. more than 14 million tourists، الكثير من أكثر من 14 سائح. visit Egypt بيزوروا مصر، دولت جمع يجي فعل في المصدر. I take this machine، أنا بأخذ هذه الآلة sorry I take this medicine، بأخذ هذا الدواء. I take this medicine every day، كل يوم. يبقى هنا تيك ده فعل في المصدر، يبقى ده مضارع بسيط. سلمى فيدز، سلمى بتطعم ذا بيبيز الاطفال، ده فعل مضارع بسيط مضاف له اس، دي اسمها جمله معلوم. مضارع بسيط في الافيرماتيف في الاثبات، في الاكتيف في المعلوم. طبعا مضارع بسيط احنا عارفين بناخده من زمان جدا من سنه رابعه. اما هنا بقى في المبني المجهول هنبدا الجمله ب نائب الفاعل او المفعول الذي حمل الذي حل محل الفاعل، وبعد كده نحط ام واز وار، وبعد كده فعل في التوصيف الثالث. هنا warm wet areas، هنا بيحول الجمله بتاعه ال warm areas اللي هي الجمله اللي قصادها. warm wet areas are called rainforest، تدعى او تسمى. هنا ار ام واز وار وتصريف ثالث. يبقى هنا بص في الجمله اللي قصادها دي، هنا people هنا فاعل وكول ده فعل وورم ويت ارياز ده مفعول. حلو. طيب هنبدا بالايه؟ هنبدا بالمفعول اهو، الجمله الثانيه اهو وورم ويت ارياز، بدانا بالمفعول وبعد كده نحط ام او از او ار، وبعد كده فعل في التصريف الثالث اهو كولد، وبعد كده بقيه الجمله رين فورست. يبقى انا عملت ايه؟ جبت المفعول في الاول اهو نائب الفاعل اهو المفعول الجمله جبناه في الاول وورم ويت ويسز، وبعد كده حطينا ارياز، وبعدين حطينا ام ويز او ار، ده جمع حطينا ار، وبعد كده فعل في التصريف الثاني. يبقى الاماكن المبتله الدافئه تدعى او تسمى، وبعدين تكتمل تكمله الجمله
رين فورست. لاحظ ان انا استخدم فاعل باي زائد فاعل عندما نريد ان نتحدث عن الشخص او الشيء المتسبب في الحدث. ممكن نذكر باي والفاعل نحطه في اخر الجمله. بص المثال كده بيقول لي هنا ايه، ايجيبت از فيزيتد، مصر تزار. بص هنا الجمله الاولانيه مور ذان، اكثر من 14 مليون تورست فيزيت ايجيبت. طيب مور ذان 14 مليون تورست، ده الفاعل. حلو، ده الايه، ده الفاعل. فيزيت ده الفعل، ايجيبت ده المفعول. حلو. طب تعالى الناحيه الثانيه بقى، نبدا بالمفعول اهو، هنبدا الجمله بالمفعول. ايجيبت مفرد ولا جمع؟ مفرد. نحط بعديها ايه، از، نمره 2 ام او از او ار. رقم 3 الفعل في التصريف الثالث اهو، فيزيت اخليه فيزيتد. رقم 4 كلمه باي. رقم 5 الفاعل اللي في الاول ده هخليه في الاخر مفعول اهو، باي مور ذان 14 مليون تورست. ثاني ادي مورا اكتر من 40 مليون سائح، ده الفاعل. فيزيت الفعل يزور، وايجيبت هي المفعول. هبدا بالمفعول ايجيبت اهو، ايجيبت المفعول. وبعد كده ايجيبت دي مفرد، احط بعدها از. بعد كده الفعل في التصريف الثالث اهو، از فيزيتد. ام از وار تصريف ثالث، از فيزيتد. وبعد كده باي بواسطه. وبعد كده الفاعل في الاول ده احطه في الاخر، باي مور ذان 14 مليون تورست. وهنا ذيس ميديسين، هذا الدواء، از تيكن باي مي، I take this medicine every day. أنا أخذ هذا الدواء كل يوم. يبقى هذا الدواء يؤخذ، is taken by me every day، بواسطة في كل يوم. لاحظ هنحول الضمير I الفاعل إلى me ضمير مفعول. تمام. عندي بعد كده the babies are fed by سلمى. تعال نترجم هنا، سلمى فاعل وفيدز فعل، the babies مفعول. فاعل فاعل فعل مفعول، فاعل فعل مفعول. هبدا بالمفعول اهو، ذا بيبيز مفرد ولا جمع؟ اه ده جمع يا مستر، هنحط بعديه ار. طب رقم 3 فعل في التصريف الثالث اهو، الفعل اهو حطه في التصريف الثالث، ار فيد. وبعد كده رقم 4 كلمه باي. ورقم 5 الفاعل اخليه في الاخر، باي سلمى. ممكن باي سلمى نحذفها ما نحطهاش في الجمله عادي جدا، خلاص. اما في حاله النفي بنحط دونت ودازنت بعد الفعل في الاثبات. I, you, we, they والفعل والاسم الجمع بيجي بعديهم don't ومصدر، we, you, she, it والاسم المفرد بيجي بعديه doesn't ومصدر. We don't play tennis، احنا لا نلعب تنس. عمر doesn't eat sweets، عمر لا ياكل حلوى. طب هنا هبدا اقول التنس لا يلعب، tennis isn't played. التنس هبدا بالمفعول اهو، لا يلعب عشان ده مفرد، احط بعديه isn't played by us، لا يلعب بواسطتنا. طيب هنا عندي نمبر 2، هنا عمر لا ياكل الحلوى، يبقى الحلوى لا تؤكل. سويتس aren't، دي جمع، يبقى aren't eaten لا تؤكل. باي عمر يبقى نحط المفعول، وبعد كده ام واز وار، وبعد كده النوت النفي، وبعد كده التصريف الثالث. ده في حاله النفي. اما في حاله السؤال بهل، نبدا بدو داز، دو بيجي بعديها اي ويو وي وزي واسم جمع، وبعد كده مفرد مصدر. اما داز بيجي بعديها هي وشي وات واسم مفرد ومصدر برضو. Does people do people، هل الناس speak English in Brazil، هل الناس بتتكلم انجليزي في البرازيل؟ ادي do، دي بعدها فعل في المصدر، ده المضارع البسيط احنا عارفينه من زمان. Does سلمى study math and science، هل سلمى بتدرس math وساينس؟ طبعا هنا مصدر بعد does. طب في المفعول في الباسيف بقى، في المجهول، بنبدا السؤال بام او از او ار، وبعديه المفعول، وبعديه تصريف ثالث اهو. هل الانجليز، هنا بيقول لي هل الناس بتتكلم انجليزي؟ يبقى هل الانجليزي يتحدث به by people in Brazil، يبقى ان از انجلش تصريف ثالث، از تصريف ثالث. هل الانجليزي يتحدث بواسطه الناس في البرازيل؟ هنا ار ماس، هل الرياضيات اند ساينس، ده المفعول اهو، هل الرياضه والعلوم تدرس ستاديز، تدرس باي سلمى او تذاكر باي سلمى. اخر جزئيه عندنا السؤال بقيت فهم، بيكون بقيت فهم وفعل مساعد وفاعل وفعل. في المضارع البسيط طبعا هنا الفعل المساعد بيكون عندي دو او داز، بعد دو بيجي اي ويو وي وزي واسم جمع، وبعد داز بيجي هي وشي وات واسم مفرد اهو. وير دو يو باي يور كلوذز، اين انت بتشتري ملابسك. هو كوكس لانش ان يور فاميلي، من الذي يطبخ الغداء عندك في عائلتك. طبعا هنا وير are your clothes bought، يعني
من أين ملابسك تشترى؟ بوت تشترى، آر وتصريف ثالث، آر وتصريف ثالث. Who is lunch cooked by in your family؟ يعني الغداء بيطبخ أو بيطهى بواسطة مين في عائلتك؟ لاحظ استخدام حرف الجر باي بعد الفعل عندما يبدأ السؤال بأداة استفهام هو. لازم لما يكون في عندنا هو هنحط بعد الفعل أداة استفهام حرف الجر باي. خلاص؟ طيب تعال نحل كده على الكلام دوت وهنفهم أكتر لما نيجي نحل إن شاء الله. نمبر 1 these areas، هذه المناطق are as polar habitats، تعرف. وطبعا معظم جمل الباسيف بتبدا بغير عاقل. هذه المناطق ار نون بتعرف as polar habitats، بيئات الجليديه. يبقى هنا ار نون حط تصريف ثالث، ام از ار وفعل في التصريف الثالث. These habitats، هذه البيئات، found، توجد، at the top and the bottom of earth، على اعلى او على شمال وجنوب الكره الارضيه. طبعا هنا بيتكلم على البيئات الجليديه، يبقى ار فاوند عشان هنا ده جمع، احط ار وفاوند تنزل زي ما هي توجد. يعني وات كايند اوف هابيتات، ما نوع البيئه؟ از ذير از ذا اريا اراوند ذا نايل دلتا، ما نوع البيئه اللي بتكون حوالين نهر النيل، نيل دلتا نهر النيل؟ called what kind of habitat is the area around the Nile Delta is called، تدعى أو تسمى. طبعا هنا is اهي مطلوب مني تصريف ثالث، يبقى called تدعى أو تسمى، am is are وتصريف ثالث. number 4 fewer magazines، مجلات أقل، sell تبيع، today النهاردة، by news agent بواسطة متعهدي بيع الجرائد، because of the internet because of the internet او internet بسبب الانترنت. طبعا هنا القليل من المجلات are sold تباع، احط ار واحط تصريف ثالث بتاع السيل اللي هو ايه، هو sold تباع. number 5 this national park، هذه المحميه الطبيعيه او هذه المحميه الطبيعيه، surrounded by grasslands محاطه بالاراضي العشبيه. طبعا are surrounded يعني is surrounded عشان دي مفرد يعني محاطه، is وتصريف ثالث، is surrounded تصريف ثالث. number 6 hundreds of date palm، يعني مئات اشجار النخيل، palm trees is grown here، تزرع هنا. طبعا هنا ده جمع، ما ينفعش معانا از، ناخد معانا ار، ار تصريف ثالث، تزرع. our beaches يعني سواحلنا او شواطئنا، are visited تزار طبعا by بواسطة thousands of tourists every year، الالاف من السياح كل عام. number 8 why isn't جبل إلبة، لماذا جبل إلبة visiting by more tourists؟ طبعا هنا ده passive يبقى visited يزار، لماذا جبل إلبة لا يزار بالكثير من السياح؟ number 9 عندي هنا النيزك ليك، بحيرة النيزك، described يصف by visitors بواسطة السياح as one of the best places to dive and swim، من أفضل الأماكن للغوص والسباحة. طبعا is described يعني توصف، is described يعني توصف بواسطة السياح كأجمل مكان للغطس والسباحة. number 10 in Australia في استراليا the start of spring يعني بداية الربيع celebrated يحتفل بها in September every year. طبعا هنا بداية الربيع ده اسم مفرد، مش ينفع نحط معها R، نحط معها is وهي التصريف الثالث، يحتفل بها في سبتمبر every year. number 11 do you help daily with your homework، هل أنت تساعد يوميا في واجبك أو يتم مساعدتك يوميا في واجبك؟ طبعا you ما تاخدش معها do، هنا هتاخد معها R عشان ده هنا في تصريف ثالث اهو، يبقى am و is و are تصريف ثالث، ده اسمه
مبني المجهول في المضارع البسيط. فوتبول ستارز يعني نجوم كرة القدم. أدمير فوتبول ستارز أدمير يعني يحترم أو يوقر. باي أول فانز بواسطة الكثير من بكل الجماهير بتوقرهم أو بتحترمهم أو بتقدرهم. طبعا هنا هنحط R عشان ده باسيف يحترموا. R أدمير يتم تقديرهم. نمبر 13 English is studied الإنجليزي يدرس. Of أحمد طبعا باي أحمد بواسطة أحمد. نمبر 14 Many new cars الكثير من السيارات الجديدة. R make طبعا R made R تصريف ثالث تصنع. By robots بواسطة الآليين. In factories في المصانع now دلوقتي 16. نمبر 16 ولا 15 The park and beaches الحديقة والشواطئ. Clean by volunteers every day تتنظف بواسطة المتطوعين كل يوم. يبقى R عشان دي جمع وتصريف ثالث تنظف او يتم تنظيفها. ده مبني المجهول. نمبر 16 every year كل سنه. eggs lay يبيض البيض بيبيض لا يتم بيضه. by turtles on the beach بواسطه السلاحف على الشاطئ. يبقى are عشان دي جمع والتصريف الثالث هو بتاع lay هو ايه laid. نمبر 17 litter القمامه. doesn't put لا توضع. in pen in pens by people طبعا doesn't لا هنحط هنا isn't عشان ده passive. القمامة لا توضع في السلات بواسطة الناس. اخر جملة the beach are protected by people who work at the park as usual. طبعا the beach is عشان ده مفرد is protected الشاطئ يحمى. بعد كده هناخد الجنرال اكسرسايز على ليسون 1 و 2 كاملا. هنا عندي ديالوج بين مازن وعمر بيتكلموا عن السياح. مازن is talking to his friend عمر about an English lesson they took yesterday. مازن بيقول لعمر هلو عمر هاو ار يو كيف حالك. قال له هاي مازن. طبعا هيجاوب على السؤال ده اللي هو هاو ار يو هيقول له اي ام فاين ثانك يو. I am fine, thank you. أنا بخير شكرا. قال له Our English lesson yesterday was great. درس الإنجليزي امبارح كان رائع. وراح سأله سؤال قال له yes I agree with you. أيوة أنا متفق معاك. يبقى قال له Do you agree? أنت متفق معايا. Do you agree? أو ممكن يقول لي Wasn't it? أليس كذلك اللي هو السؤال المزيل. هيقول له Yes I agree with you. أيوة أنا متفق معاك. Do you agree؟ يعني استفهام هل أنت متفق معايا؟ هيقول له Yes I agree with you. I agree with you. Let me ask you a simple question about it. تعال أسألك دعني أو اسمح لي أن أسألك سؤال عنه عن الدرس يعني بتاع امبارح. فراح راح قال له إيه؟ هيقول له تفضل. هيقول له أوكي go ahead. okay go ahead يعني اوكي اتفضل. او ممكن يقول له اوكي شور مفيش مشكله او no problem كل ده ينفع مفيش مشكله. اوكي go ahead. راح ساله سؤال قال له about 14 million tourists visit Egypt every year. حوالي 14 مليون سائح بيزوروا مصر كل سنه. يبقى ساله قال له ايه كم عدد السياح اللي بيزوروا مصر كل سنه. يبقى السؤال how many how ميني تورستس كم عدد السياح. ذات الذين او هو فيزيت بيزوروا ايجيبت every year كل سنة. قال له حوالي 14 مليون سائح بيزوروا مصر كل سنة. بعد كده راح سأله سؤال قال له What places do they like to visit in Egypt؟ ما الأماكن اللي هم بيحبوا يزوروها في مصر؟ هقول مثلا The pyramids of they like to visit. ممكن أقول they like to visit هم بيحبوا يزوروا The Egyptian Museum
ايجيبشن ميوزيوم، المتحف المصري، اند ذا بيراميدز، الاهرامات مثلا. ممكن تكتب لوكسور اند اسوان، مفيش مشكله، كل ده صح. اند ذا بيراميدز والاهرامات، تمام. طيب نكمل بقيه الباراجراف بتاعنا، الاكسرسايز بتاعنا، الجنرال اكسرسايز عليه سؤال 2. الكسندريا از كوستال سيتي، اسكندريه دي مدينه ساحليه. The synonym of coastal is مرادف كلمة coastal هي، طبعا الإجابة عندنا هنا formal رسمي، normal عادي، seasick يعني مريض، seaside معناها ساحلي، دي الإجابة. Number 2، إيه هو اللي is an area in the desert، مساحة منطقة في الصحراء، where you can find water، يمكنك أن تجد فيها ماء، طبعا بيتكلم هنا عن الويسس اللي هي الواحة. عندي هنا وايلد لايف الحياه البريه، وفورست غابه، وان انسيدنت يعني حادث. نمبر 3، تو فورم ذا ادجكتيف اوف ذا وورد نيشن، علشان تكون الصفه من الكلمه نيشن وي اد ذا سافكس، بنضيف ال ان هي، طبعا هنضيف ان هي ال عشان تبقى ناشونال. بعد كده نمبر 4، this lake is bright، هذه البحيرة، this lake is bright، هذه البحيرة ساطعة. the antonym of word bright، مضاد كلمة bright is، طبعا bright يعني صافية أو صافية أو ماءها نظيف نقي، يبقى the antonym of word bright عكس كلمة bright هي طبعا polluted يعني ملوث، clear صافي. وعندي هنا teeny يعني صغير الحجم، usual يعني عادي. number 5، بيقول لي هنا we add the prefix، بنضيف البادية a to mean to do the verb again، عشان نعني ان احنا نعمل الفيرب مرة اخرى. طبعا البادية re، يبقى زي مثلا redo يعني يعيد فعل، او re write يعيد كتابة. number 6، this shop only sells magazines، هذا المحل فقط بيبيع مجلات، يبقى هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن نيوز ايجنت اللي هو متعهد بيع الجرائد. روبوت يعني انسان آلي، بيلدر بناء عامل بناء، وميكانيك يعني ميكانيكي. نمبر 1 في الكومبليت، سام ساندويتشز، بعض السندوتشات، فيري مورنينج فور مي، every morning for me، كل يوم الصبح ليا. طبعا بعض السندوتشات are made، يعني تعمل او يتم اعدادها او تصنع ليا. number 2، نمره 2 هنا، Egypt visit every year by millions of tourists، بواسطة ملايين السياح. طبعا مصر ايه؟ تزار، يبقى Egypt is visited، مصر تزار بواسطة كل سنة بواسطة ملايين السياح. number 3، my grandfather's house، بيت بابايا، surrounded by، محاط ب، surround يعني يحيط، by some beautiful fields، طبعا هقول هنا ايه؟ محاط ب اللي هي تكون معانا، is surrounded، is عشان ده مفرد يبقى محاط ب، is surrounded. number 4، هنا my cousin، ابن عمي، كول محمد، لا is called، يدعى او يسمى محمد. number 5، my room، غرفتي، sometimes clean in the morning، يبقى is sometimes clean يعني احيانا تنظف في الصباح، يبقى هقول is sometimes cleaned، احيانا ايه؟ تنظف في الصباح. طبعا زي ما شفت كده كل الجمل اللي عندنا على الباسيف المبني للمجهول في المضارع البسيط اللي بيتكون من ام او اس او ار وتصريف ثالث، ومعظم جمل المبني للمجهول بتكون غير عاقل. خلصنا الدرس الاول والثاني كاملا. بسرعه ايدك، عايز لايك وشير وسبسكرايب عشان القناه تنتشر وتوصل لكل اصحابك. الباراجراف محمود في اخر الكتاب بيتكلم على A review of natural
wandered in Egypt يعني مقالة نقدية عن العجائب الطبيعية في مصر، محلول عندك في نهاية الكتاب المعاصر. شكرا لكم، كان معكم مستر اسماعيل حلمي، اتمنى لكم التوفيق والتفوق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.